مرحبا، أنا دكتورة ناتالي دملج، أخصائية العناية بالبشرة والتجميل بمستشفى مدكير الطبي بدبي وخبيرة فير أند لوفي أرابيا. بعد اختيار منتج تفتيح البشرة المناسب لنوعية بشرتك، من الضروري التأكد من عدم وجود أي حساسية ضد المنتج عبر إجراء اختبار موضعي بسيط جداً لتفادي أي نوع من التفاعل أو التهيج للبشرة. طريقة جداً سهلة، والطريقة الصحيحة هي عبر استخدام كمية قليلة من المنتج وضعه خلف الأذن أو على مرفق اليد من الداخل 24 ساعة قبل استخدام المنتج. أي تفاعل فوري بينم إلى وجود تفاعل مهيج حيلاً للمنتج، أما التفاعل متأخر فبيصير بعد 24 ل 28 ساعة، وهذا الشيء بدل عن وجود حساسية. وبكل الحالتين هذا بيعني أن المنتج مش مناسب لإلك، لازم تتخلصي منه وتمتنعي عن استخدامه مرة أخرى.